يا لهوي سبايسي. هاي انا امير المصري، والنهارده انا هعمل حاجات عمري ما عملتها قبل كده قدام الكاميرا. انا عملت ستوري على الانستغرام بتاعي لايه اغرب طريقه سبتوا بعض بيها. تعال نشوف، ربنا يستر. انا كنت جبت اخري من صاحبي فعملت فيك اكاونت، فضلت اكلمه لحد ما وقعته وعملت سكرين شوت وبعت له ان قفشته. هي ذكيه، هي وقعته باسهل طريقه 10 اوف 10. كنت هموت واسيبها، عشان اخليها تسيبني قلت لها انا خنتك، وانا اصلا ما خنتهاش. يعني طب ليه تعمل كده؟ ليه تسيبها ويبقى عندك ستامب كده ان انت تشيتر؟ ليه كل البنات هيعرفوا كده؟ That's a rating of minus one. عشان انت مش بتفكر بذكاء. قلت لها اني مريض وهموت وما ينفعش هي تتعذب. واو، انتوا عندكم جرأه. انا اخاف ان انا اعمل كده. 15 out of 10. You top the scale. كنت مصاحب واحده كانت عامله زي الناموسه. اكتر حاجه مزعجه في الدنيا، لازقه فيا ومش بتسيبني. قلت والله اكرهها فيا وبقيت اخرج معاها من غير ما استحمى ستينكي، وبالذات بعد الجيم. بصراحه انا قرفت منك. 10 جبر 11 ديسكاستنج. خالد انا زعلان عشانك. معلش يا خالد. سافرت السعوديه سنتين يا امير يا اخويا، رجعت لقيتها ارتبطت ب 8 غيري. 8 واو، شيز ا بلاير. انا كنت عايز اخلص من واحد مصاحبه، فخليت ماي بيست فريند يكلمه كانه بابا وهدده ومسح بكرامته الارض. بصراحه ريتينجز ليور بيست فريند ان يقدر ينبر صوت your dad. well done. 7.5. جه قال لي انه عنده commitment issues typical، وانه مش هيقدر يفضل عارفني عشان يحبني، وده ممكن يخلينا نخسر بعض وبعد عني. بعدها باسبوعين عرفت انه مصاحب وهيخطبها. واو، ابعتي لي اللوكيشن دلوقتي. I will find you. زي ليام نيسن بجد، بس ليام نيسن الغلابه. اتضحت من كل القصص دي ان انتوا مش عارفين تواجهوا بعض. انتوا جبنة. just talk to them and just say listen I've had enough. I'll ghost them. ساعات بقى اسهل. بونجور بنج سيركل، سمعوا ماي برايرز ان انا فودي، والنهارده جايبين لي فطار من كذا بلد، وتعالى بقى نريت مع بعض. جيبي مانجي ان بيتي ديجوني فرانسيز. انا قلت ده صح؟ ما اعرفش. هنبدا بفرنسا. او يا احنا محتاجين بقى مزيكا فرنش بيري. يلا بينا. ده كروك مونسيور. نو جود، بس ناقص شويه سبايس. جبنه بالهالابينيو. حلو، بس لو ده كان محطوط جوه ميلتد بقى ممكن. اوكي كافيه. لو انا لسه صاحي من النوم ده مزاج، اديله بقى 6 من اكشلي عشان في قهوه، ده اساسي في حياتي. اكسترا بوينت 7 من 10. جود مورنينج امريكا. يو كم وذ جودز هاي كوليسترول وهارت اتاك. ده مش ستايلي قوي بس هجربه. اوكي لا تمام، بس ده ذا مين برايز. بانكيكس. التركيه بقى ان كل ما تزود في السيرب كل ما الدنيا تبقى لذيذه معاك. ده كفاية؟ It's okay. OJ 8 من 10. أوهايو جوزايمس، يعني صباح الفل الياباني. انتوا كده دخلتوا قلبي. لو فتحتوا قلبي كده هتلاقوا حتة ساشيمي. الفكرة ايه بقى؟ تجيب الوسابي مع الصويا صوص كده. And you answered my prayers bench، عشان انا قلت لكم ان انا نفسي اروح اليابان. انتوا جبتوا اليابان هنا، يعني وفرتوا لي تذكرة. نجيب بقى الايه؟ النجيري. انا خلص الطبق ده. ده مصري، ده سحلب شوربة. اوكي. ده سلمون وده رز. حد عايز رز؟ سالاد. ده بالكافيار. خلينا هنا. ده لوحده 9 out of 10، بس بالحاجات دي 8.5. احلى صباح عليكم كلكم. انا قلت ساشيمي ماشي، بس انا ما كنتش عارف ان هنرجع بقى تاني لمصر. فول اساسي. نغمس. لو زعلان من حد كل فول. لو علاقتك باظت كل فول. عايز تطري قلبك كل فول. هتنام على طول، هتنسى كل حاجه. طعميه. يا سلام. عشان ايه بس نقفل المعده نحبسها بالشاي. مفيش شاي احلى من الشاي المصري. 10 out of 10 come on. بما ان احنا الاثنين في ريتسا واحنا في weird situation في الفيلم او علاقه complicated، لو انتم ما تعرفوش الوضع الغريب اللي احنا فيه، وضع غريب، يبقى لازم تشوفوا الفيلم. فبينج سيركل ودونا للشو الجديد Hotspot. والشو ده بيحطونا في سيتويشنز غريبه قوي. دلوقتي هيجي لنا سيتويشنز غريبه وهنشوف هنعمل ايه. لو دخلت البيت لقيت البارتنر بتاعك بيخونك، تعمل ايه؟ هروح بيت ابويا. You're gonna throw them out the window like that. والله انا تورن بتوين حاجتين اعملهم. هفضل بصراحه واقفه عشان اخلي الشخص ده يمشي. اكيد مش هتكلم في الموضوع دلوقتي، بس انا مش هبقى عايزه الشخص ده يبقى موجود. او همشي وهختفي كده يومين افكر انا هعمل ايه في هدوء، وبعدين ارجع بقى للبارتنر. ممكن انت تفاجئ نفسك، تبقى هادي جدا، تبقى بارد قوي، وتقول الحمد لله ان ده حصل and
I'm out. لو انت عايز البارتنر بتاعك يخونك بقالك فتره وقلت الحمد لله ان ده حصل يبقى اكيد في حاجه غلط. لا قصدي يعني خلاص عرفت الوضع ده انا I'm out or okay. You will go crazy بقى. الانسان في الاخر بيبان على حقيقته. ريجي ريجي ايه انت حصل لك ده قبل كده لانه الرياكشن بتاعه ما كانش مطمئن. في ناس كده فعلا. انت حصل لك كده ولا لا؟ بس انا عارفاك يعني بالسيف. نو ام سيريس. لو اكتشفت بقى ان هو بيخونك مع يور بيست فريند البيستي. بيستي ده انا بقى ايه هطلع كل الكاراتيه اللي انا اتعلمته وانا صغير عليهم. لا وبي سو كيوت. It would be a shame on me يعني ان انا اهبل انا ما شفتش الساينز. لو طلع بيخوني مع ماي بيست فريند اللي هو راجل فدي مشكله اكبر. فرحك بعد 5 ايام وسافرت سفريه وعجبك حد تاني هتعمل ايه؟ هصلي استخاره. هقول لهم تو ليت يعني. ما انت اكيد الشخص اللي انت اخترت يعني تبني حياتك معاه ده ما جاتش في يوم وليله. في فرق ما بين لاف ولاست. The grass will always be greener. طالما انت هابي ما تكسرش ده يعني. روح اتجوز يا ابني. لو بعد ما اتجوزت اكتشفت ان البارتنر مش عايز يخلف، لا دي حاجات بنتفق عليها من الاول يا اسطى. في ايه؟ امال اتفقتوا تتجوزوا ايه يعني بعد 2 ليمون؟ لو طلع مش بيخلف ومخبي. يبقى نلاقي طريقه ثانيه، يعني ممكن بالادوبشن يعني. حاسس ان هو بجد بيعتمد على السبب لانه في فرق ما بين هو مخبي عنك لانه مش عايز ده فضحك عليك من الاول او مخبي عشان خايف على بالظبط خايف على العلاقه او خايف ان انت تسيبه. لو انت متقبل ان ده مش كذب ممكن. يا لهوي سبايسي. لو عندك 2 من يور بيست فريندز متصاحبين او متجوزين واتكشفت ان حد فيهم بيخون التاني هتعمل ايه؟ انت مش عايز تتدخل في خصوصيات الناس التانية بس في نفس الوقت لازم تساعده يشوف الحقيقة. ما تحسسنيش ان انا هتشايلد اوف ديفورس. هجيبهم الاتنين في نفس المكان واقول لهم تعالى انا نفسي اقابل يور فريند. هتجمع التلاتة في نفس المكان؟ واخلع يعني فتحت ابواب الجحيم وهربت. استراتيجي صفر. ليه؟ بص ده يعلم ان محدش ياخد اي نصائح عائلية من امير المصري. لو اكتشفت ان الاتنين بيخونوا بعض هوبا بابا بابا با لا يعيشوا بقى مع بعض. طلعوا يا جماعة وريحونا. صباح الفل. طب جريت. اعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب لبرينج سيركل على يوتيوب واكتبوا في الكومنتس عايزين تشوفوا مين يقعد على الكرسي ده في الحلقة اللي جاية.